إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، تظللنا هذه الأيام ونعيش فيها غرر هذا الشهر الكريم، شهر ذي الحجة الذي حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الأعمال الصالحة من الذكر وقراءة القرآن والصيام والصدقة، وحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن نتهيأ لإزالة البغضاء والشحناء، وحث النبي عليه الصلاة والسلام حثاً عاماً أن نصل الأرحام، فلا ينبغي لمسلم أن يأتي عليه اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد إلا وقد أزال ما بينه وبين جيرانه وأقاربه وإخوانه من الغل والبغضاء والشحناء، ليصفو بذلك قلبه ويلين بذلك فؤاده ويكون بذلك مستقيما على الطريق. فهنيئا لمن وفق في هذه الأيام إلى طاعة الله، وهنيئا لمن أعين على صيام يوم عرفة، وهنيئا لمن أعانه الله تعالى على الأضحية. وأحب أن أنوه أن الضحية يجوز أن تكون أيضا على الأموات، فمن مات له ميت من ذكر أو أنثى جاز له أن يضحي عنه، ويكون ذلك صدقة لذلك الميت، وأرجو أن ينفعه ذلك عند الله، فالله تعالى أسأل أن يعيننا على طاعته. أيها الأحباب الكرام، إذا نظرنا في دنيا الناس
لوجدنا أن أكثر الناس محاسبة لأنفسهم محاسبة لغيرهم فيما يتعاملون هم التجار. فالتاجر الذي يتاجر من أكثر الناس محاسبة لنفسه ومحاسبة لغيره، بل إن بعض الناس عندما تتسع تجارتهم يعينون المحاسبين الذين يراجعون الحسابات الصغيرة منها قبل الكبيرة، ويدققون في الخارج والداخل، ويدققون في الوارد والصادر، ولا يفوتون شيئا ولو كان صغيرا. هؤلاء هم التجار. وإذا نظرت إلى نفسك ستجد أن هناك صورة من صور العلاقة بينك وبين الله تقوم على التجارة، تقوم على التجارة، بيع وشراء، وموضوع تتم التجارة فيه. فالله تعالى يتاجر في مالك، ويتاجر في بدنك، ويتاجر في وقتك، ويتاجر في روحك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. فهذا الشراء من الله تعالى للنفس والمال هو ملمح من ملامح التجارة التي ينبغي أن تقف عليها. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي لن تبور هي رضوان الله تعالى والجنة. إذن هذه ثلاثة أمور: يتلون كتاب الله، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. فمن أقام ذلك حقق التجارة التي لن تبور. أما نحن، وهناك مرد لهذه الآية بعد قليل، أما نحن في حياتنا فإننا لا نبالي ما نصنع، لا نبالي ما نصنع، فليست هناك مراقبة على أعمالنا، وليست هناك محاسبة على أعمالنا، وليس هناك تدقيق على ما نصنع، بل إننا نعيش الأيام الطوال، وتمر السنون تأخذ بقرون السنين دون أن نقف موقفا واحدا نحاسب فيه أنفسنا. سبحان الله. وتنقضي الحياة دون أن نقف ذلك الموقف. انظر، لو أنك أذنبت في كل يوم ذنبا واحدا وعشت 60 سنة لكان معنى ذلك أنك عشت أكثر من 20,000 يوم، أكثر من 20,000 يوم. لو أنك في كل يوم أذنبت ذنبا لقابلت ربك 20,000 ذنب، فما بالك وأنت تذنب في اليوم 10 ذنوب. فانظر إلى هذا الكم الهائل الذي تلقى الله تعالى به، انظر إلى هذا الكم الهائل الذي تلقى الله تعالى به. إذا كنت تاجرا، هل تريد أن تخسر تجارتك؟ هل تريد أن تكسب بضاعتك؟ هل تريد أن ينفق مالك وأنت في خسارة شديدة؟ أم إنك تراجع نفسك وتحاسبها، وتحاسب شريكك، وتعرف الداخل والوارد والخارج والصادر؟ أنت تصنع ذلك حتى لا تخسر في تجارتك. لماذا لا تصنع ذلك مع الله حتى لا تخسر في تجارتك مع الله؟ سبحان الله. لماذا لا تنظر في عملك وفي قولك؟ هناك 7 أعضاء لا بد أن تراعيها أيها المسلم حتى تكون وافيا مقامك عند الله: السمع، والبصر، واللسان، واليد، والرجل.
واليد والرجل واللسان والبطن والفرج. هذه الأمور السبعة، السمع والبصر، السمع والبصر واليد والرجل واللسان والبطن والفرج، إذا راعيت هذه الأمور وراقبت ربك فيها ربحت تجارتك. ولا تظن أيها المسلم أن الغفلة رجاء، وأن التسويف رجاء، وأن الإهمال رجاء، وإنما الرجاء هو أن تجتهد في الطلب، إنما الرجاء أن تجتهد في الطلب. أما إذا اجتهدت في الغرور والغفلة وظننت أن الغرة هي الرجاء فأنت مخذول والعياذ بالله. أيها الحبيب، إن هذه الدنيا ما أقبلت على أحد أبدا فأقبل عليها إلا استدبرت، وما استشرفها أحد إلا هربت منه، وما أعطت مكنونها لأحد أبدا لأنها الغرور، ولأنها الناهية، ولأنها غير الباقية. فكل شيء في هذه الدنيا يخلق ويبلى، وكل شيء في هذه الدنيا ينتهي، ويبقى هذه التجارة التي تقيمها مع ربك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقيات الصالحات خير، فكل من عمل للباقي كان له ذلك هو الخير. فهناك أمور ثلاثة لابد أن تحققها لتربح في تجارتك. الأمر الأول، إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة كتاب الله لا تكون بإقامة ألفاظه، أن تكون حافظا للقرآن فحسب، أو أن تقرأ القرآن وتهزه كهز الشعر، ولكن لابد أن تقرأ القرآن وتعي ما تقرأ، تفهم ما تقرأ. ثم عندما تعي ما تقرأ، المقام الثاني أن تعرض نفسك على ما تقرأ. إذا قرأت الآية فهمت معناها، فهمت المقصود منها، وقفت على دلالتها، سل نفسك أين أنا من هذه الآية. هذه هي تلاوة الكتاب. فتلاوة الكتاب أن تقيم لفظه وأن تقيم عمله، أن تقيم لفظه بأن تخرج كل حرف من مخرجه، وأن تحسن صوتك في القرآن، وأن تقف الوقف الصحيح للوقف الفاسد، فتتعلم أحكام التجويد وأحكام الوقف والابتداء. هذا إقامة اللفظ. أما إقامة العمل، أن تفهم معناه. الأمر الثاني، أن تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله، ما ثمرة هذه التلاوة؟ الجواب، ثمرة هذه التلاوة زيادة الإيمان، قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا تلاوة كتاب الله عز وجل بهذه الصورة من آثارها زيادة الإيمان، زيادة الرصيد الذي بينك وبين الله عز وجل، أن تكثر رأس مالك في الخير. فالإيمان يزيد وينقص كما أن التجارة مكاسبها ومخاسرها موجودة. فالإيمان يزيد، بالطاعات وينقص بالمعصية، كما أن التجارة تزيد ببركة الله عز وجل بالمحاسبة والتدقيق والاجتهاد والتشمير، وتكون الخسارة بالإهمال، والغفلة. كذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتلاوة كتاب الله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان. الأمر الثاني،
من آثار تلاوة كتاب الله الصلة بالله، فهناك الموصول بالله وهناك المنقطع عن الله. هناك الموصول بالله وهو العبد الرباني الذي يتحرك بأمر الله عز وجل، فكما قلت لكم سابقا فهو بالله ولله وفي الله، ليس لنفسه شيء وليس لغرضه شيء، بل حاله كما قال الحسن البصري: إن العبد إذا أقبل على عمل النظر فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله لم يمضي. هذا هو العبد الرباني الذي يتقرب إلى الله عز وجل ويكون موصولا بالله. وهناك المنقطع عن الله وهو المعادي لله والمعادي لشرع الله والمهمل لأوامر الله والمسوف لما ينبغي أن يجتهد في التشمير فيه. هذا هو والعياذ بالله. الأثر الثالث من آثار تلاوة كتاب الله عز وجل نظارة الوجه. نظارة الوجه، فإن الإيمان ينظر الوجه، فإن الإيمان ينظر الوجه في الدنيا والآخرة. ولذلك يحشر المؤمنون يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة من المؤمنين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. وهذا أثر من آثار الإيمان، أثر من آثار الإيمان. وفي الدنيا فإن الطاعة تبدو في وجوههم كما أن المعصية تبدو في وجوه العصاة، فإن الطاعة بقراءة القرآن تبدو في وجوه أهل الطاعة. ولذلك انظر إلى وجوه أهل القرآن تجدها نيرة مشرقة مضيئة متلألئة ببركة هذا القرآن الكريم. فالقرآن نور وينور قلوب ووجوه من يطلبه. هذا أثر ثالث من آثار تلاوة كتاب الله عز وجل. الأثر الرابع من آثار تلاوة كتاب الله عز وجل أن الله ضمن له ألا يذل في الدنيا، ألا يذل في الدنيا. ما علمت أحدا طلب كتاب الله وتلا كتاب الله عز وجل وعظم كتاب الله عز وجل وعمل بكتاب الله وأذله الله عز وجل. فهو بالله عزيز وهو بالله متأيد وهو بالله عز وجل واثق بفضله ورزقه وجوده وكرمه ومنته، فهو من أعز الناس وأشرفهم. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبمفهوم المخالفة: ومن أقبل عن ذكري فإن له معيشة رغدة طيبة هنيئة ويأتي يوم القيامة صحيحا معافى، ليس حاله كحال الناس. هذه بعض آثار تلاوة كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي نجعله وراء ظهورنا نهمله لا نقبل عليه، ولو أقبلنا عليه أقبلنا على رسمه دون العمل به. إن الذين يتلون كتاب الله فهم يقرؤون القرآن ويحبون القرآن ويعملون بالقرآن ويظهرون القرآن ويعلمون الناس القرآن ويتحاكمون إلى القرآن ويجعلون ولاءهم وبراءهم، حبهم وبغضهم، منعهم وعطاءهم من أجل القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله، واسمع كتاب الله، فالقرآن كتاب الله عز وجل، شرفه الله تعالى فقال: يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، ليست هناك من طاعة بعد التوحيد أعظم من إقام الصلاة. أعظم طاعة بعد التوحيد إقام الصلاة. ولذلك كان الصحابة لا يرون شيئا بعد الكفر أعظم من ترك الصلاة. وأجمع الصحابة
والتابعون وغيرهم على أن من ترك الصلاة جحودا وكفرانا فهو من أشد الكافرين. الصلاة، قال الله عز وجل في المنافقين والمشركين ورؤوس الكفر ورؤوس الاستكبار في الأرض، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا بالتوحيد وأعلنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلوا في الإسلام، فإن تابوا فرجعوا عن كفرهم وغيهم ونفاقهم واستكبارهم فدخلوا في التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن فالأخوة الدينية لا تكون إلا بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو أخي في الدين، أخي في الدين، أوليه وأحبه وأنصره حتى ولو اختلفت معه في شيء، فهو أخوك وحبيبك، توليه وتنصره وتؤيده وتساعده ولا تتخلى عنه أبدا، هو أخوك في الدين. اسمع، فإخوانكم في الدين. والأخوة الدينية أعظم من أخوة القربة، أعظم من أخوة القربة. أرأيتم إلى حادثة مصعب بن عمير عندما أسر أخوه العزيز في غزوة بدر، فرأى أخاه فقال يا مصعب، فقال له إني لست بأخيك، إنما أخي ذلك الأنصاري الذي أسرى. ثم قال الأنصاري أيها الأنصاري شد وثاقه واطلب فيه فداء عاليا، فإن أمه غنية، فإن أمه غنية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فحزب الله هم الذين يحققون الأخوة الإيمانية الدينية الشرعية، ومن مقتضياتها إقام الصلاة. فالصلاة إذن شعار عظيم من شعائر الإسلام وأصل كبير من أصول الدين، فمن أقامه أقام الدين ومن هده هد الدين. وهناك أحاديث كثيرة في ذلك، وهذا الحديث المشهور بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويستقبلوا قبلتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا من ذبيحتنا. استقبال القبلة الصلاة. والصلاة معناها في اللغة صلة بينك وبين الله، ومن مفرداتها الدعاء. والصلاة أقوال وأفعال وأذكار تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الوضوء شرط في صحتها، ولا تصح قبل دخول الوقت إلا للمسافر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين، أو المضطر في الحضر إذا أراد أن يجمع بين صلاتين. الصلاة. كثير من الناس، وهذا أمر عجيب، يصوم ولا يصلي، يصوم ولا يصلي. انظر إلى المسلمين في شهر رمضان، تجد كثير من الناس يصومون، كل المسلمين يصومون، لكن هل كل المسلمين يصلون؟ لا. الأعجب من العجب، تجد الناس في يوم الجمعة وهناك جنازة لا يصلون الجمعة، لا يصلون الجمعة ولا يصلون وراء الجنازة، ويقفون أمام المسجد. سبحان الله، أمر مؤسف جدا أن تجد الناس في بيت الله عز وجل يصلون، وتجد بعض المسلمين لا يدخلون المسجد حتى لصلاة الجمعة،
حتى للصلاة على الجنازة. هل هؤلاء مسلمون؟ نعم هم مسلمون، ولكن لم يحققوا الإسلام أبدا، مسلمون بالهوية. أما عند التحقيق فهذا أمر آخر، أمر آخر. هل تطاوعه نفسه أن يسمع الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي من أقبل في الأذان بنقول حي على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح، لأن الفلاح مرتبط بالصلاة، فمن أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح والفوز. ونقول الكلام ده مرتين، مرة في الأذان ومرة عند الإقامة، حتى من لم يسمع الأذان فليسمع الإقامة. وصاحبنا أمام المسجد لو حرك قدمه لدخل إلى الفلاح، ولكنه لا يريد الفلاح، لا يريد إلى الخسارة والبوار. فما أتعسه من عبد، ما أتعسه من عبد، ذلك الذي يسمع نداء الله هيا إلى الصلاح والفلاح والربح والفوز والبركة والغنيمة الباردة السهلة البسيطة، هيا إلى الرضوان والقربة، هيا إلى الطاعة والزلفة. ويأبى إلا أن يكون مع الشيطان، يأبى إلا أن يكون مع الشيطان. إذن الصلاة، الصلاة باب عظيم من أبواب الخير، باب عظيم من أبواب البر، باب عظيم من أبواب القربة. انظر إلى ركوعك، انظر إلى سجودك، انظر إلى سماعك القرآن، انظر إلى تكبيرات الانتقال، انظر إلى كل كلمة تقال في الصلاة. ما أروع كلمة الصلاة! إذا أردت شيئا فهرع إلى الصلاة، سر ربك، سر ربك، اجتهد في الصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر هرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الاستسقاء عندما تجذب الأرض وتمسك السماء، هناك صلاة الاستسقاء. عندما يخاف المسلمون هناك صلاة الخوف، سبحان الله. إذن الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. فالصلاة راحة المسلم، قربى بينك وبين الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة. سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال وتطهر القلب. ما علاقة تطهير القلب بتطهير المال؟ ما علاقة تطهير القلب بتطهير المال؟ يعني ليطلع الزكاة يطهر قلب وتزكو نفسه، ما علاقة هذا بهذا؟ لأن الإنسان مجبول على حب المال، الإنسان مجبول على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. قال المفسرون: أي لحب المال لشديد. الإنسان يحب يكون معه فلوس كثيرة، وهذا المال لا ينقص بل يزيد. الإنسان من طبع أنه يكثر من ماله، مع ألف يبقى ثلاثة، مليون يبقى اثنين وثلاثة وأربعة، مليار يبقى اثنين وثلاثة وأربعة، يحب ذلك الأمر. فبالتالي عندما يخرج زكاة المال، لا سيما إذا كانت الزكاة زكاة كبيرة، فإن قلبه قد يتعلق بهذا المال، فيجاهد قلبه ويجاهد نفسه في إخراج هذا المال، وبالتالي يزكو ذلك القلب بالمال، يزكو ذلك القلب بالمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل بعد الصلاة أشرف من الزكاة، لم يجعل بعد الصلاة أشرف من الزكاة، ولم يجعل من شعائر الإسلام ما يقاتل عليه علانية بعد الصلاة إلا الزكاة.
ولذلك قال أبو بكر عندما أراد أن يقاتل مانع الزكاة وقال له عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ ناس مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لا يريدون دفع الزكاة، مش عاوزين دفع الزكاة، عاوزين يتهربوا من الزكاة كما يتهرب الناس اليوم من الالتزامات غير الشرعية كالضرائب وغيرها. يا أبا بكر كيف تقاتل الناس المسلمين اللي هم منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى احنا نقاتل الناس لغاية ما يقولوا لا إله إلا الله. لو قالوا لا إله إلا الله دخلوا في الإسلام وصارت دماؤهم ودماؤهم حرام، لا يجوز أن تمس إلا بدليل وبرهان من الشرع، وهم قد قالوا لا إله إلا الله، فلماذا تقاتلهم يا أبا بكر؟ قال أبو بكر فقيه الأمة وصديقها الأكبر وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لم يسمى خليفة إلا هو، أي خليفة رسول الله إلا هو، كل من بعد أبي بكر أطلق عليهم أمير المؤمنين، والوحيد الذي سمي بخليفة رسول الله هو أبو بكر الصديق الأكبر، كرامة لذلك الرجل. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالرسول وبأبي بكر في الجنة إن شاء الله، اللهم آمين. قال أبو بكر: والذي نفسي بيده، انظرم هذا القسم، والذي نفسي بيده، أي والله، ولكنه قسم مغلظ، لأقاتلن، واللام لام التأكيد، لام التأكيد، وقيل هي اللام الموطئة للقسم بمعنى التأكيد، لو قاتلن، والنون هي النون المؤكدة الثقيلة، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لا يجوز التفريق في شعائر الإسلام بين شعيرة وأخرى. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. الزكاة حق المال، ربنا ادالك المال، المال ده بتاعك؟ لا. من الذي أعطاك ذلك المال؟ هل تقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم مني، إنما اكتسبت ذلك المال بعرقي وتعبي وكدي؟ من الذي عانك على ذلك المال وأعطاك الصحة لجمع ذلك المال ووفق لك الأعوان الذين أعانوك في جمع ذلك المال وأفسح لك العمر لجمع ذلك المال؟ إنما هو الله. إذن في الحقيقة المال مال الله، وأنت مبتلى بذلك المال، فالله ناظر ماذا أنت صانع بهذا المال. لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال. قال تعالى: وفي أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، الحبل الذي تربط البهائم به، لو منعوني حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله، وفي لفظ لو منعوني عناقا، أي معزة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله، لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على نبي محمد النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، منة عظيمة من الله
أن مد لنا في العمر لكي نطيعه في كل لحظة. يا حبذا لو أن المسلم عندما يطيع ربه يتفكر، لو أن الله تعالى توفاه قبل هذه الطاعة كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ ما منا من أحد يضمن لنفسه حياة ولا بقاء. وأفضل الخلق هم الأنبياء، ما تركهم الله تعالى على الأرض، وإنما أخذهم الله تعالى ليفضلهم على الناس وليبين للناس أن الموت آية من آياته سبحانه. فما من أحد على الأرض إلا وسيموت. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وكل هذه من ألفاظ العموم. إذا انظر إلى أخيك وتأكد أنه سيموت يوما، سيموت يوما. انظر إلى أبيك واعلم أنك ستفارق يوما. إلى أخيك، إلى صديقك، إلى جارك، إلى حبيبك. انظر إلى نفسك، هذه اليد الجميلة اللطيفة، ما شاء الله، سبحان من أبدع وسبحان من خلق. وهذا الوجه النظير، سبحان من خلق وسبحان من أبدع. هذا كله سيأتي عليه يوم يبرد، يبرد أي سيموت، ينتهي، ثم بعد ذلك يصير ترابا، ولا لقاء بين الأحبة إلا عند الله عز وجل. يا لها من طول فرقة. ولكن عندما تكون مطيعا لله، عاملا للصالحات، نحن نسعد لذلك الأمر. عندما أرى أخي يطيع الله عز وجل، أحبه لطاعته، وأحمد الله تعالى أن وفقه لهذه الطاعة. بالأمس كان أخ حبيب لنا بالمنصورة، هو أخ ما شاء الله في جلده وقوته وصحته، ما اشتكى يوما، ما اشتكى يوما، ما اشتكى يوما، وهو من الذين يأكلون أكلا حلالا بعرقهم. هذا الأخ الحبيب توضأ لكي يذهب لصلاة الظهر، وفي الطريق سقط، حملوه إلى المستشفى، ما وصل المستشفى رجعوا به وصلينا عليه العشاء. سبحان الله، تعجبت، فلان الذي لم يشتكي أبدا، وهو من هو في قوته وصحته وجسمه وطوله وعرضه، يأخذه الموت ويجتبيه. سبحان الله، وكم من رجل نهشه المرض نهشا حتى ضعف صحته وحتى رق جلده وعظمه، ويعيش آمادا طوالا. إذن الموت لا يرتبط أبدا بصحة أو عافية، لا يرتبط أبدا بمرض ولا غير مرض، ولكنه أمر الله. فالموت أمر الله، والله تعالى قبل خلق السماوات والأرض ب70,000 سنة أمر أوامر وكتبها سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن جملة ما كتب الله آجال الخلائق، يعني قبل أن يخلق الله تعالى الخلائق كتب آجالها، كتب آجالها. سبحان الله، إذا نحن عايشين ومكتوب أجلنا، منا من سيموت بعد لحظة، ومنا من سيخرج ويموت في بيته، ومنا من سيسافر حتى يضرب في الطريق فيموت في حادثة، ومنا من يشرب شربة فيكون فيها مثلا ميكروب ليموت بهذا الميكروب، ومنا من يذهب ليسافر في باخرة لتغرق هذه الباخرة. سبحان الله، قصص الإنسان عندما يسمعها يجد أمرا عجيبا. شاب في مقتبل العمر وجد في نفسه عدم رغبة للانطلاق الكلي، يريد أن ينام ويستريح. أبوه: لابد أن تذهب الكلية. أذا لبس الولد وخرج الكلية. إيه اللي حصل؟ ضرب ذلك الولد في ميكروباص ومات. سبحان الله، من الذي أمره بالخروج؟ أبوه. يبكي أبوه، يقول: يا ليتني لم أمرك يخرج. يا رجل، أنت أمرته ليخرج؟ لماذا؟ ليقع عليه أمر الله الذي كتبه عليه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سبحان الله، آجال مضروبة،
آجال مضروبة، أعمار مقسومة، لا تختلف لحظة، وإنما تقع كما أمر الله عز وجل. لا يستقدمون لحظة، لا يستأخرون لحظة. ولذلك وأنت في بطن أمك عندما يأتي الملك وينتظر أمر الله، يا ربي ماذا أكتب؟ فيكتب الله تعالى ويأمر بأن يكتب أجلك وأنت في عمري وأنت في بطن أمك، لم تتجاوز الشهور العدد يكتب أجلك. إذا كتب أجلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب أجلك وأنت في بطن أمك قبل أن تسمع وقبل أن تبصر، إذا أتيت إلى الدنيا وأجلك مكتوب قبل أن توجد وقبل أن تخلق. طب رجل يعلم أنه سيموت قطعا، وأن ملك الموت ينتظر الإذن الإلهي ليأخذ روحه، ماذا يصنع؟ هل يعمد إلى ربه ليحاربه؟ أم إنه يجتهد في طاعة ربه؟ إن الإنسان المؤمن الحريص لابد أن يكون مقبلا على الله، مجتهدا في طاعة الله، مشمرا عن سائر الجن، حتى إذا أتاه الموت أتاه على خير وبر. أخوان حبيبان عليهما رحمة الله، أتيا في خير ومن خير وإلى خير، وفي الطريق صالمتهما أيضا حادثة فقضى نحبهما، مات سريعا يوم الأربعاء قبل الفائت، مات سريعا في لحظة واحدة، وهما شابان في مقتبل العمر في صحة وعافية، سبحان الله. فيا إخواني، الموت هذا كأس على الناس دوار، ولابد أن نشربه، وإذا كنا اليوم نحلل ميتا فإن غدا سنحمل. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، كما في الحديث الذي في إسناده كلام. الله تعالى أسأل أن يغفر لنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يحسن ويصلح أعمالنا وأن يضيء وجوهنا ويشرح صدورنا وينير قلوبنا وألا يجعل الشيطان سبيلا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم بارك في شباب المسلمين وفي شيوخ المسلمين وفي رجال المسلمين وفي نساء المسلمين وفي أولاد المسلمين. اللهم أصلح أولاد المسلمين. اللهم رب أولاد المسلمين. اللهم اهدي أولاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم يا رب في كل مكان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم لا يأتي عيد اللهم لا يأتي هذا العيد إلا بنصر عظيم مؤزر لعبادك يا رب العالمين. اللهم عليك بأميرك وخلفائها. اللهم عليك باليهود وخلفائهم. اللهم عليك بعبدة الصليب وخلفائهم. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.